عسلامة، مرحبا بكم في البودكاست. دونك اليوم الابيزود 4 من بلاي ليست كيفاش، وكيما ريتو في التيتر كيفاش تنظم وقتك ولا كيفاش تتحكم في وقتك. دونك اليوم نحب نفسر لكم ونحب نعلمكم شويه فازات باش تحسنوا التايم مانجمنت تاعكم. باش نعطيكم ميتافور ولا باش نعطيكم اكزامبل ولا دونك اذا كان واحد جاي كل نهار يعطي فيك في 24 مليون يصبهم لك في الكونت نتاعك كل نهار، تعرفش عليهم وقتاش يوفي ولا دونك شنو تعمل شنو ال... دونك نتصور اللي مغلب العباد اللي يفرجوا في الشين هذه الاجابه اللي باش يقولوها هي مش ننفستي. دونك لازمك تتعلم كيف تنفستي وقتك، على خاطرك ال 24 مليون هذوكم في النهار هما 24 ساعه، دونك ما تعرفش عليهم وقتاش يوفي. دونك لازمك تنفست. اليوم باش نحاول نعطيكم شويه طرق باش تنجموا تحسنوا في التايم مانجمنت تاعكم، تحاولوا معناتها توليو اكثر بروداكتيف شويه في الحاجات اللي تعملها. دونك اول حاجه نحب نقولها لكم هي لازمكم تخدموا على one thing at a time، بالحاجه. المولتي تاسكينغ راهو بالرسمي ما يعاونكش برشا، ممكنش يعاونك في بعض الحالات، مي في اذا كانك تخدم على بروجي ولا تخدم على بحث ولا تخدم على قرايتك ولا مش عارف حسيب تخدم على حاجه اللي بالرسمي لازمها تخرج حاجه مزيانه على الاخر، لازمك تخدم one thing at a time، بالحاجة. خاطر إذا كانك باش تخدم معناتها حاجة بركة في كل حاجة في وقتها، معناتها باش you're gonna achieve more in less time، على خاطرك ماكش باش تقعد مخك يدور بين هذي وهذي 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 وهذي، ومعناتها باش تكون لك الخدمة أقل ستريس، ما فيهاش برشا ستريس، على خاطرك باش تعطي برشا attention للخدمة نتاعك، معناتها تركيزك الكل باش تحطها في حاجة بركة، ماكش باش تحطه في برشا بلايص. دونك كيكا تولي تخدم اذكى خير ما اللي تخدم هاردر. دونك هذه الاولى، نتصور اللي فما برشا عباد باش يقولوا اللي ملتي تاسكينغ حاجه باهيه وكل ما راهو بالرسمي يعمل لكم برشا ستريس، دونك حاولوا تبعدوا عليه، يعني على خاطر مش في كل الحالات تنجموا معناتها تستعملوا الملتي تاسك. دونك ثاني حاجه اللي نتصور باش تعاونكم واللي سمعتوها في فيديو هاو تو بي برودكتيف الابيزود اللي فاتت، دونك اذا كان ما سمعتوهاش نجمو تمشيو تسمعوها، تلقاو على اليمين فوقك الاي هذيك تجمو تنزلو غادي، ولا تلقاو معناتها كيف تدخلوا للشين تلقاو اللي في الديسكريبسيون تاع الشين، هنا شوفوا الفيديوهات اللي تحبوا عليهم. دونك لازمكم تبداو التاسكس ولا الخدمه نتاعكم على بكري، على خاطر ساعات الخدمات هذوكم راهو يبداو صعاب برشا، واذا كان باش توخرهم انت في الليل باش يصعب عليك بشويه باش تولي تقول اسمعني هذه صعيبه خليها غدوه، وغدوه باش تخليها في الليل باش تعاود هذه صعيبه خليها غدوه. لازمكم تبداو بكري، على خاطر كيف تبدا بكري. دونك هذا الفيديو اللي حكينا فيه معناتها في الفيديو اللي فاتت، دونك تنجم تمشي تفرج عليها باش يبدا عندك هيد ستارت على العباد ويبدا عندك برشا انرجي باش نجم تكمل الحاجه الصعيبه هذه، على خاطر اذا كان هي بالرسمي حاجه صعيبه راك تولي تبخل عليها من بعد. سو تنجموا تشوفوا الفيديو هذيك وتحاولوا معناتها تستغلوا منها اللي بيه الفايده، روح الزبده. دونك الحاجه الثالثه واللي هي معناتها بالرسمي هذه اللي موجوده برشا عند العباد توا واللي لازمنا نحب الحقيقه نعطي فيها راي، دونك لازمك تتعلم تقول لا، على خاطر ماكش ديما افيلبل، فما حاجات اللي انت عندك فيهم برايورتيز لازمك انت تركز على روحك معناها. دونك فما لازمك تتعلم تقول لا، معناها على خاطر انت باش توري ريسبكت لروحك وريسبكت للشخص الاخر وقت اللي تقول له لا، وانت تكون اونست في الحقيقه معناتها في الحكايه هذه، باش تقول الحقيقه باش تقول له بالرسمي راني ما نجمش. دونك ما تنجمش العباد الكل تقول لهم اي، ما تنجمش تكون باهي عند العباد الكل، ما تنجمش تكون سيرفيابل عند العباد الكل، ايفنتشلي باش يولي عندي خدمتك وعندك يولي عندك خدمتك ويولي عندك ارتباطاتك، دونك ماكش باش تنجم تقول اي ديما للناس الكل. دونك اذا كان تعرف روحك معناتها ما تنجمش تفيدو الانسان هذاك، ولا ما تنجمش تضحي بحاجه من عندك باش تعطيها له ولا حاجه، جوست تقول لا وكهو، معناها مش لازم تظهر باهي عند العباد الكل. دونك ان شاء الله المعلومه هذه تكون بالرسمي معناتها وصلت لكم. ودونك توا باش نحكيو معناتها في كيفاش ترتاح، على خاطرك كيف تبدا تخدم لازمك تعطي روحك راحه، لازمك you give yourself breaks، عرفتك اللي تبدا بشوية تعطي روحك راحه. دونك اليوم باش نوريكم في الفيديو هذي باش نعلمكم كيفاش تستعملوا البومودورو تكنيك. البومودورو تكنيك هي لازمك معناتها باش نفسر لكم بليتاب نورمالمون هي فيها 5 ليتاب. ليتاب الاولى هي لازمك تعرف التاسك اللي انت تحب تعمل، انت
تعرف الحاجة اللي انت تحب تعملها. انت اجي مد في ورقة، قول عندي مثلا حاجة، بعد ما تنظم امورك في ورقة ولا في ابليكاسيون ولا في اي حاجة، قول مثلا عندي اليوم باش نخدم نعرفش باش نعمل ريشيرش هذه. دونك بعد ما تحط التاسك نتاعك، ثاني حاجه ثاني ايتاب اللي هي خذ اعمل 25 دقيقه، تايمر نتاع 25 دقيقه. دونك بعد ما تعمل تايمر نتاع 25 دقيقه، ثالث حاجه لازمك في كل 25 دقيقه هذوكم تركز بالرسمي، يو جيف يور معناتها يور ماكسيمم ايفورت، تعطي لي فورم تاعك الكل. دونك من بعد فك بعد ما تكملك ال 25 دقيقه، ثالث ايتاب يو تيك معناتها 5 مينيتس بريك، تاخذ 5 دقائق ترتاح فيهم. اذا كانك تخدم على بي سي تمشي تغسل عينيك، على خاطر باش تقلقك ياسر انت الليمير انت الضوء الازرق هذاك ولا شنو عيطولو، دونك باش تقلقك برشا في عينيك. دونك تمشي تغسل عينيك، تجبد شويه يتيرمون كذا باش تحاول تخلي البادي نتاعك هيلثي وترجع مرتاح وكذا. دونك بعد ما تكملك هذا الكل، تعاود هالحكاية أربع مرات، معناتها كل في كل أنت باش تخدم 100 دقيقة بيناتهم 20 دقيقة راحة، مي باش تقسمهم بالطريقة هذه. وبعد ما تكمل تعاودهم أربع مرات، وإذا كان الخدمة نتاعك ما فاتش ومازلت باش تخدم، you take معناتها break between 15 and 30 minutes، معناتها ما بين 15 دقيقة و 30 دقيقة راحة كبيرة، تمشي تعمل فيها حاجة تاكلها، تمشي نعرفش تكلم صحابك، أي حاجة حاسيلو اللي باش تخليك تبعد شوية على الخدمة باش تنجم كيف ترجع مركز بالباهي بالباهي. دونك هذم هما هذه هي البومودورو تكنيك. دونك لازمك معناتها بالرسمي تكون عندك معناتها كيف انت تقول حاجة باش نعملها تعملها، معناتها ما توخرش حاجاتك الغدوة ولا ما تبخلش عليهم. دونك لازمك اذا كان باش تستعمل التكنيك هذه بالرسمي تركز كل 25 دقيقه اللي باش تخدمهم هذوكم، وكيف تاخذ بريك خليها من الاول البريك شورت، خليها صغيره، ومن بعد ولي يزيد بشوي بشوي، معناتها كيما سمعتوا في الابيزود هذا. فما مثلا تكنيك اخرى اللي يقول لك كل ساعه هاف بريك، نجم ترتاح كل ساعه. اذا كانك تخدم على بي سي ولا تخدم على حاجه فيها الليمير اللي تقلق لك عينيك، دونك حاول تستعمل بومودورو تكنيك على خاطرها باش ترتاح لك عينيك شوي. سينو اذا كانك تخدم على حاجه فيزيكال، ما نعرفش معناها تخدم على كراس على ستيل، وتخدم حاجه هكاك يعني حاجه اللي ما فيهاش بي سيات وكرونات وتكنولوجيا، take a break every hour، كل ساعة ارتاح شوية كذا، distract yourself، معناتها حاول تخرج شوية من الخدمة هذيك باش نجم معناتها you recharge your focus، باش نجم تشارجي التركيز نتاعك، خاطر باش تقعد مركز على حاجة بركة صعيب. برشا عباد توا نعرفهم في حياتي معناها يقولك راني ما نجمش نركز على حاجة بركة، على خاطرك معناتها العباد هذوما نحب نقول لهم ما تنجمش تركز على حاجة بركة على خاطرك تحط في تاش كبيرة قدامك. إذا كان جات التاش نتاعك معناتها صغيرة شوية تولي تنجم تركز عليه. دونك قسم، حاول تقسم خدمتك. دونك تجي تخرج برا تعمل مشية معناتها صغيرة، تمشى شوية، عمل كويس تيك هذا وهذا هو. دونك تو وصلنا لاخر حاجة اللي بالرسمي عاونتني على الاخر في الخدمة نتاعي. احسن حاجة خليتها لكم في الاخر هي نوشن. دونك ملي بديت نستعمل في نوشن خدمتي بالرسمي تنظمت على الاخر، قرايتي كيف معناتها كل شيء. الابليكاسيون هذه بالرسمي عاونتني على الاخر، على خاطر الحقيقه قويه مش نورمال، ريت تلقى الورك سبيس نتاعك كله في بلاصه برك. فيديو هذه راهي ماهيش سبونسوريزي، اما كيف تفرجت على فيديو خرمولوجيا حبيت نجرب الابليكاسيون هذه، والحقيقه عجبتني على الاخر. استعمل فيها في امور خدمه، في قرايه، في اونترينمون، في كل شيء. دونك ننصحكم يا عباد حاولوا تعلموا كيفاش تستعملوها الابليكاسيون هذه، خاطر قويه على الاخر، واستعملوها تنظم لكم وقتكم على الاخر، معناها قويه على الاخر الابليكاسيون. دونك هذه اللي باش نجم خليكم معناتها يو مانج جريتلي يور تايم، معناها باش تعرف كيفاش بالرسمي توظف الدقائق نتاعك، كل 24 ساعه اللي عندك تعرف كيفاش توظف. دونك فيها كالندرز اللي بالرسمي، هذه الحاجه اللي لاحظت عند العباد الناشئين واللي وصلوا كل، حتى واحد ما يحكي كلهم يحكيوا بالديدلاينز، كلهم يحكيوا بكالندريه. دونك يقول لك راهو في النهار الفلاني عندي كذا وكذا، معناتها عندي في النهار الفلاني عندي ايفنت كذا كذا،
اما كيف يدخل في وسط النهار هذاك يولي يحكي بالدقيقه، والحاجه هذه موجوده في نوشن، معناها النهار تنجم تحط ديدلاين اللي هو تابع كل الكالندري، وتنجم تحط ريمايندرز اللي معناتها باش يخليك تتذكر الخدمه اذا كانك ناسي ولا حاجه. دونك بالرسمي الابليكاسيون هذه تعلمك كيفاش تعطي فالور لوقتك، تعلمك كيفاش معناتها تتحكم في وقتك وتنظمه كل شيء كل شيء. دونك وبخلاف زادة الناس هذم اللي معناتها يستعملوا لي كالندري اللي كما قلنا موجوده في الابليكاسيون هذه، يعطيو برشا فاليو لوقتهم، ويعطيو فاليو للدقيقه الواحده في وقتك. دونك اذا كان ما نعرفش اذا كان صارت لكم فازه مره كنت ماشي القهوه واللي ماشي معاك وخر عليك ولا حاجه، وقعدت تستنى تستنى تستنى، دونك لازمك بالرسمي تعطي فاليو لوقتك. معناه دونك اخر حاجه اللي هي معناتها هذه هي باش نحاول نعطيكم طريقه اللي باش تنجموا في الابليكاسيون هذه ولا في حتى في حياتكم معناها تستعملوها باش تحاول تحدد شنو هو الموست امبورتنت، شنو هي الحاجه اللي لازم تعمل. دونك باش تعمل جدول ولا باش تعمل جاليري ولا باش تعمل اي حاجه ولا تابلو فيها معناتها اربع كولونات. دونك الكولون الاهم واحده اللي هي امبورتنت وارجنت، معناتها حاجه امبورطانت على الاخر ارجنت لازمها تتعمل تو هذيك الهايست برايوريتي، هذيك اهم حاجه تتعمل. دونك الثانيه اللي هي الامبورتنت ونوت ارجنت، معناتها حاجه امبورطانت على الاخر وماكش مزروب بها مي امبورطانت، دونك هذيك البرايوريتي اللي بعدها. البرايوريتي اللي بعدها اللي هي urgent و not important، معناها منعرفش لازم تشري صبات urgent وعندك ماشي العرس منعرفش شكون، دونك هذيك self priority. والحاجة اللي مش ما فيهاش priority ما لازمة في حياتك اللي هي not important و not urgent اللي هو الجو متاعك. الحقيقة هذه اللي ديما نقعد نقول ما نصدقهاش كما هي، على خاطر ديما نحاول ونحاول نعطيكم نصيحة هذه زادة try to have fun وين في أي حاجة تعمل فيها، أي حاجة تعمل فيها try to have fun، حاول تعمل جو، سواء تترينة ما تحاولش تخليها حاجة من فوق من قلبك، سواء تخدم ما تحاولش تخليها حاجة من فوق من قلبك، حاول تلقى هيك اللي مومو دو بونور هذوكم في اي حاجه تعمل فيه. تلقى الفيديو نتاع خرمو اللي يفسر كيفاش يستعمل نوشن، شاراوت الخرمو بطبيعه الحال، تلقاو اليوم تاع الفيديو نتاع في الديسكريبسيون. اذا كان عجبتكم الفيديو تنجموا تعملوا ابوني، تنزلوا على الجرس، اذا كان تابعوا فينا على انستغرام خليوا لايك، عملوا فولو، تاقيوا صحابكم اذا كان بالرسمي تعرفوا واحد مفرفش ولازم يتعلم كيفاش يتحكم في وقته، وإذا كان بالرسمي قوية الفازة عجبتك على الأخر تنجم تسيبورتيون على سيت سيبورتي، تنجم تبعثونا فلوس، وراهو بالرسمي عباد أي حاجة معناتها تعجبنا على الأخر وأي حاجة we appreciate it from you، إذا كان كومنتير ولا إيميل ولا أي حاجة أي حاجة، ومعناتها حاولوا تخليوا الـ good vibes بحذاكم شدوهم وتخليوهم يهربوا، والسلام عليكم.